السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيكه ديال السيترون اولا كيكه ديال الحامض اللي كتجي من اروع ما يكون بالنسبه للناس العشاق الحامض، راه غادي تعجبهم هاد الكيكه بزاف على بركه الله. غادي ندوزوا للوصفه. عندنا 3 تاع البيضات، قشور ديال الليمونه تاع الحامضه تكون كبيره اولا على حساب جوجات صغار. عندنا كاس 125 غرام ديال الزيت، 125 مليليتر الزيت، نص كاس تاع الحامض وزدت له النص ديالو ديال الماء. عندنا 100 غرام ديال السنيده، يعني كاس العنبه ما عامرش. عندنا قبيصه ديال الملح، جوج تاع الخمارات بينك باودر تاع 16 غرام. عندنا واحد ساشيه ديال الفاني على بركه الله، و 250 غرام ديال الدقيق على حساب البيض تاني، عاود واش صغير ولا كبير، المهم الدقيق كيبقى على حساب البيض على بركه الله. كنديروا البيض ديالنا، كنزيدوا عليه كاس تاع السنيده، كنزيدوا عليه واحد ساشيه ديال الفاني، كنزيدوا عليه هذوك لي زيست ديال الحامض، قبيصه تاع الملح، وتنبداو نخلطوا. هنايا بعد ما ولا الخليط ديالنا ابيض مابقاش صفر وذوب بحال ذوب الحجم ديالو، غنبقاو نزيدو الزيت دفعات شويه بشويه، وحنا غاديين كنطلعو فيه كل مره كنزيدو شويه، كنديروها دفعات وكنبقاو نطربو. من بعد غادي نزيدو الحامض وحنا كنطربو. هنا كنزيدو الخميره لا لوزير شيميك ديالنا بينك اولا بينك باودر، جوج تاع الساشيات ما يعادل 16 غرام، وكنبقاو نزيدو في الدقيق ديالنا. كنزيدو الدفعه الاخرى ديال الدقيق ديالنا، ما كنديروش مره على حساب كما قلت لكم الحجم ديال البيض، كاين اللي كيهز بزاف كاين اللي لا. المهم هنا عندي 250 غرام. هانتوما البنات الكيكانه ديالي هز ليا 250 غرام ديال الدقيق. ها هما المول ديالنا، غنديروا هذا المول الطويل. غادي نكون ديجا درتو دهنتو بالزبده ورشيتو وغبرتو بالدقيق ودرتو في كونجيلاتور، هكا كيساعدنا ما كيبقاش يلتصق هذاك الدقيق معنا. دابا غادي نهزو يدينا الفوق مزيان بحال هكا، وغادي نكبو الكيك ديالنا في المول، وغادي ندخلو لدرجة حرارة الفران ما بين 160 حتى 170، وغادي نشعلو عليه غير من التحت، ندخلو الفران يكون بارد. غادي نشعلو عليه كما قلت لكم على 160 حتى 170 درجه، وغادي نشعلو عليه غير من التحت حتى يتحمر، وغادي نزيدوه واحد 5 دقائق ولا غيتحمر من الفوق ونطفيو عليه مده 45 دقيقه، وعلى حساب ثاني كل سيده والفران ديالها كيفاش داير. ها هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما خرج من الفران، ها هو باقي سخون. دابا ما غاديش نحيدوه من الفران حتى يبرد، غادي نحيدوه من الفران نتلاقاو في التقديم ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ديال السيترون، كيف ما كتلاحظوا درنا له شويه ديال السكر ثقيل من الفوق، سكر كلاسي. وهانتوما كيف ما كتلاحظوا كيجي اكثر من رائع ورطب وغزال. هانتوما
هانتوما كتشوفوا كيف ما كتجي من الداخل، قطعت لكم واحد المورسو كيفاش كتجي من الداخل، رطبه وزوينه وبالصحه والراحه. اللي عجباتو القناه يتابونا ويبارطاجي مع الاصدقاء، وبالصحه والراحه.